برايم تايم. شلون هاركم؟ اسعد الايام، صباح النور وسرور. مرحبا بكم الناس الكل، مواصلين معكم في برايم تايم. نحكيو على غرق مركب صيد بسواحل السواحل تقريبا المهدية المنستير. الحقيقة المنطقة تحديدا احنا باش نحكيو في اكثر تفاصيل باش نعرفوا شنو اللي صار، الانتشال الجثث ايضا الله يرحمهم وينعمهم طبعا ويصبر عائلاتهم، عمليات الانقاذ اللي صارت ايضا باش ناخذوا اكثر تفاصيل في نيوز اليوم. نيوز اليوم، نيوز اليوم. معنا مباشرة القاضي والدكتور مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم حاكم المنستير والمهدية سيد فريد بن شحاس. صباح النور دكتور، مرحبا. صباح الفل خويا علي، مرحبا بك كيف المستمعين. مرحبا دكتور. غرق مركب صيد سواحل المهدية تحديدا ولا تقريبا بين المهدية والمستير؟ عندك الحق على انه اللخبطة صارت بالحق، لانه فما ثلاثة سواحل متداخلة في الموضوع. مركب ابحر من سواحل صفاقس غرق على مستوى سواحل المستير وتم نقله لإسعاف من تم إنقاذهم إلى المهدية. دونك ثلاثة جهات، وحتى بالنسبة للاختصاص الترابي كانت المسألة لحد البارح مش واضحة، وتعادت النيابة العمومية مبدئيا بالموضوع وان تم فتح بحث تحقيقي وإسناد إناب الفرق الإرشاد البحري للبحث في ملابسات الغرق. ممكن يقع التخلي فيما بعد الى في الموضوع الى المحكمه الدائيه بالمنستير، نظرا لان الواقعه جدت في قبال جزيره قوريا سواحل المنستير. وين صارت عمليه الغرق يعني بالضبط؟ هي عمليه معناها الانجاد يطلبوا في النجده بدات من المهديه، خاطر تم رصد معناها عبر اللاسلكي انه فما استغاثه قاعده تصير، وتطلت مراكب موجودة في سواحل المستير ماك تعرف مع الريح وسوى الأحوال الجوية وصلوا حتى إيش للمستير، وإن لأنه الماء دخل إلى المركب بتاع الصيد هذا. دونك المراكب الموجودة مع الوحدات العائمة من أمن ومن جيش تمكنوا إلى حد البارح مع المعلومات الأخيرة من النيابة العمومية المهدية من إنقاذ 5 أشخاص وانتشار 5 جثث، ربي يرحمهم، الله يرحمهم، رحموا عليهم. في الحد البارح معلومات اللي عندي هم قاعدين يبحثوا على شخص آخر مفقود. دونك تم تحويل تم إسعافه إلى المستشفى الجامع بالمهدية وإن الحالة متاعهم مبدئيا مستقرة، في حين تم استدعاء الأهالي المتوفين وتم التعرف على عليهم، وكما قلنا الأبحاث سواء مازالت متواصلة أسباب الغرق متاع المركب، علما وأنه المركب ما كانتش الوثائق متاعه القانونية معناها متوفرة وكاملة، والغالب الظن انه هو معناها كان بغية الصيد وانه سوء الاحوال الجويه ادى الى تسرب المياه. ممكن زاد حاله المركب هذا توسط الاختبار هو اللي ادى الى الغرق نتاعو. هو في الليله الفاصله بين 23 و 24 دكتور اي اول امس الصباح. ولا احنا شفنا الاحوال الطقس، حتى كنا شفنا حتى تحذيرات من وزاره الفلاحه كانت معناتها للصيادين بعدم الابحار نظرا لسوء الاحوال الجويه. 11 علامتنا للمركب معناتها هو العدد نتاع مبدئيا هذه الحصيله 11، واحد مفقود، 5 تم انقاذهم و5 تم انتشال الجثث نتاعهم. ان شاء الله يتواصل البحث لإنقاذ الشخص 11 أو انتشال جثته إذا كان لا قدر الله توفى. وزلت حسب البارح حسب المعلومات اللي عندي رغم زلت أعمال البحث متواصلة، واضح في انتظار استكمال عمليات البحث وأيضا زاد التحقيق ومعرفة الأسباب لهدية غرق المركب السيد هذا. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة. شكرا لك دكتور فريد بن شحا مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم حاكم المنستير والمهدية. كانت هذه نيوز اليوم. نيوز اليوم، نيوز اليوم.